أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامج متحف فلسطين. في هذه الحلقة سنصحبكم في جولة تعريفية عن النظام القضائي في فلسطين. خضعت فلسطين للحكم الإسلامي منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان نظام التقاضي فيها إسلاميا في ظل الحكم العثماني، خصوصا في مراحله الأولى قبل محاولة إدخال القوانين والأنظمة الغربية الحديثة لتنظيم شؤون البلاد الواقعة تحت الإمبراطورية العثمانية، ومنها فلسطين، حيث كان الفصل في المنازعات يتم في المحكمة أو في بيت القاضي، حيث كان يحيط به عدد من الكتبة، وكان بابه مفتوحا للجميع. كان القضاء في تلك الفترة يمتاز بسرعة البت في الخصومات دون مرافعات مكتوبة، إلى درجة أن الحكم القضائي كان يصدر وينفذ في جلسة واحدة. ومن سمات النظام القضائي في هذه الفترة ما كان يعرف بنظام الدوائر الصلحية، ويأخذ بالتقاضي على درجة واحدة. كان الفصل في الخصومات منوطا بالوالي والشيوخ الذين يعينهم في الأمصار أو الأقاليم لهذا الغرض باسم مجالس الشيوخ في القرى ومجالس النواحي. عندما أصبحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني عام 1922، في هذه الفترة جرت تعديلات لقسم من القوانين العثمانية وتطعيمها بقوانين بريطانية، حيث قامت بريطانيا بإصدار العديد من القوانين والأنظمة في فلسطين ابتداء من المرسوم الدستوري سنة 1922، إضافة إلى قوانين وأصول أخرى من أهمها أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 38، وأصول المحكمة العليا لسنة 37، وأصول تشكيل المحاكم لسنة 40 من القرن الماضي، وأصول محاكم الصلح لسنة 40 أيضا. وعلى ضوء هذه القوانين تم تشكيل النظام القضائي في فلسطين. من أبرز معالمه محاكم نظامية للنظر في المسائل الجزائية والحقوقية والأراضي والمسائل الإدارية، ومحاكم غير نظامية للنظر في المسائل الشرعية والدينية للطوائف. بعد نكبة عام 48 تم تقطيع أوصال فلسطين إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأكبر منها أقيمت عليه إسرائيل والضفة الغربية، فتم ضمها إلى الأردن وأصبحت جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية فيما بعد. أما قطاع غزة فقد خضع لإشراف الإدارة العربية المصرية التي حافظت على هويته الفلسطينية. وقد ترتب على ذلك اختلاف وتغير في القوانين والأنظمة التي كانت سارية في فلسطين، بما في ذلك التنظيم القضائي فيها، وذلك على النحو الآتي. خضعت الضفة الغربية إلى القوانين والأنظمة النافذة في المملكة الأردنية، وقد تناولت مجموعة التشريعات العدلية الحقوقية بيان هيكل التنظيم القضائي الأردني، والذي كان ساريا في الضفة الغربية وفقا لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952. وبعد نكبة عام 48 استمر العمل بكافة المحاكم القائمة في قطاع غزة وفقا للقوانين المصرية، والتي استمرت حتى الخامس من يونيو حزيران عام 67، حيث احتلت إسرائيل قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. إلى اللقاء.